تحكم على حل مشكلة شحن الرصيد او سحب الفلوس بتاعت التيك توك الهدايا، والواضح ان هي مشكلة عامة على جميع الحسابات. يعني الناس ما تقلقش اللي مش عارف يشحن او يحول الرصيد بتاعه او يستفيد من الهدايا بتاعته، لان بقالنا دلوقتي 3 ايام مش عارفين نشحن الخطوط او نحول الرصيد. وكمان انا جربت كذا محاولة كتير جدا النهاردة، فجالي قال لي الكثير من المحاولات زي ما انتم شايفين كده في الفيديو فوق، هحاول بعد 24 ساعة. أنا اتوقع المشكلة دي هتتحل بعد الساعة 12، هنخش ان شاء الله ونجرب نشحن خطوطنا، وكمان نحاول نسحب الفلوس بتاعتنا اللي عايز يسحبها على حسابه البنكي. اتمنى كمان ان شاء الله تحل المشكلة بعد الساعة 12 ان شاء الله، هجرب ولو اتحلت معايا ان شاء الله هعمل لكم فيديو، ولو ما اتحلتش هنبدأ برضو نبعت للدعم التيك توك ونشوف الدنيا ماشية ازاي. كمان لاحظت النهاردة ان هم حدثوا الشروط والاحكام بتاعت الربح، وده ممكن اللي كان معطل عملية شحن الرصيد او سحب الاموال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعملوا لايك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.